وأنا وأنت والمسلمون المعاصرون لم ير أحد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على يقين أن في قلبك شوقا لأن تراه. ضرب موعدا هو الحوض، كلما التزمت هديه وسنته كنت قريبا من أن ترد حوضه. يخرج الناس عطشا، ما أحوج إلى أن يسقيهم الله من يد نبيه، ويخرج الناس عراه، ما أحوج أن يكسوهم ربهم، ويخرج الناس تدنو منهم الشمس، ما أحوج أن يظلهم الله تحت ظل عرشه. هذه المطالب العظام التي يتعلق بها قلب كل مؤمن ومؤمنة. أما الدنيا فخذ منها بقدر ما يكفيك ويعينك على طاعته. اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به، ونسألك رزقا نكتفي به، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.